يهربون من الموت إلى الموت، ويغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم، ويركبون البحر بحثاً عما هو أفضل، علهم يتخلصون من جحيم بلادهم بعدما كانت بلاد الرافدين ملجأ الهاربين وأمان الخائفين. قبل أيام قليلة أغرق ما لا يقل عن 64 لاجئاً معظمهم من العراقيين بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية وأثناء توجههم من تركيا إلى إيطاليا. لا شيء يدفع الإنسان إلى ركوب الموت سوى الهروب من جحيم الحياة، جحيم أوقدته الأحزاب الفاسدة والميليشيات الولائية في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. فلا مستقبل للعراقيين مع تفشي الفساد والغلاء وانعدام فرص العمل ورداءة التعليم وتدني الواقع الصحي، ناهيك عن انفلات السلاح وتورط الأجهزة الأمنية بجرائم القتل. وليست جريمة جسر ديالى وما تكشف عنها قبل أيام سوى مثال صغير عما يعانيه العراقيون من الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية. ليس البحر فقط من يقتل العراقيين أثناء رحلة لجوئهم، فلقد قضى العديد منهم في الغابات وعلى أبواب الحدود الأوروبية. وتقدر مؤسسة القمة المتخصصة بشؤون اللاجئين العراقيين في العراق ومحافظاته الشمالية أعداد العراقيين الذين فقدوا أثناء رحلة لجوئهم بأكثر من 400 عراقي، بينما لا تعلم وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية عدد اللاجئين العراقيين، وتكتفي بالقول إن أعدادهم كبيرة.